اليوم راح أورجيكم وصفة كوكيز صحية بالشوفان والجزر. راح نحتاج نصف كوب من الشوفان، نصف كوب من الطحين الكامل أو الطحين المتوفر عندكم بالمنزل، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من القرفة، وهلأ بنخلط كل النواشف مع بعض. بعد ما انتهينا من النواشف بدنا نخلط هلأ السوائل. أول شي رح نستخدمه بيضة واحدة، 3 معالق كبيرة من زيت جوز الهند، رح نضيف 3 معالق من العسل، 3 معالق من شراب القيقب اللي هو الميبل سيرب، واللي مو متوفر عنده الميبل سيرب ما في أي مشكلة، فيكم تحطوا بدل 3 معالق عسل 6 معالق عسل، معلقة صغيرة من نكهة الفانيلا، وننزل النواشف شوي شوي. وهلأ آخر خطوة بدنا نبشر جزرة واحدة كبيرة. هلأ بنخلطهم كلهم مع بعض وبدنا نخلطهم كتير منيح. هيك بنكون خلصنا. بدنا ناخد معلقة كبيرة، ناخد معلقة كبيرة نحطها، نحاول نعمل دائرة فيها. فيكم تستخدموا ايديكم لو بدكم، وفيكم تعملوا دائرة باستخدام المعلقة. اعتمادا على حجم الكوكيز اللي انتم عم تعملوها ممكن تطلع عندكم بين 7 إلى 10 قطع. انا عم بعملهم كوكيز كبيرة لاني بحب الحجم الكبير. نحاول نظبط الأطراف بالمعلقة. مندخلهم على فرن حامي 170 درجة ومنخليهم من 12 إلى 15 دقيقة. بعد 15 دقيقة بدنا نطلعهم وبدنا نخليهم يهدوا تقريبا ساعة ساعتين، عشان لما يكونوا دافيين بيمسكوا أكتر. ريحتها وطعمها وشكلها بجنن. بالعافية.